رجعنا مع حضراتكم والكوتش موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي. تاريخ كبير في القاره الافريقيه على المستوى التدريبي. خلينا نعرف برضو من حضرتك بداياتك كلاعب وكمان الرحله الاحترافيه في اليونان، قول لنا كواليسها وازاي الرحله دي بدات من جنوب افريقيا لغايه ما وصلت الى اليونان. I started with one team called. بدأت مع فريق اسمه. جيم كوزموس. جيم كوزموس. They find me from school. كانوا يعني اكتشفوني وانا في المدرسة كنت بلعب كورة في المدرسة. كان سنه قد ايه؟ How old was? I think it was 17, 18. Okay. They gave me a chance to come to professional football. دي فرصة ألعب كلاعب محترف. They moved to a team called Orlando Pirates. لكن رحت أورلاندو بايرتس. And then from Orlando Pirates I moved to Greece. ما كده مودا بايتس رحت لعبت في اليونان. I didn't play in Europe in big clubs. ما لعبتش في اوروبا في انديه كبيره زي محمد صلاح في ليفربول. لعبت في نادي صغير بس في الدوري الدرجه الاولى. ولعب قدام طبعا لو افتكر ماجدي طلبه. اجلس ماجدي طلبه. ماجدي طلبه هي وان ايجيبشن بلاير واز ذا توبا براذرز توبا اند ابراهيم حسن. They were playing. كانوا بيلعبوا في باوك سالونيك. باوك سالونيك. It was that generation. طبعا على المستوى طبعا ان شاء الله احنا يعني في نهاية لقائنا طبعا بنشكرك واحنا بنشكرك جدا لان احنا عارفين اليوم كان طويل جدا عليك ووصولك متأخر ووجودك في النادي الاهلي كان يوم شاق يوم طويل. بنشكر طبعا وجودك النهارده معانا في قناه النادي الاهلي. نتمنى لك التوفيق. بنقل لك صوره للجماهير ان كل الجماهير في ظهرك. الصوره اللي النهارده شفتها في النادي الاهلي ان شاء الله دي الصوره دايما البوزيتيف، دي الصوره الايجابيه اللي دايما هتلاقيها. فبنقول لك شكرا جزيلا وجودك اولا في بلدك الثاني مصر وخلاص مع عائلتك الجديده عائله النادي الاهلي. شكرا. But I must thank. لكن لازم اشكر برضو علي بورد مجلس اداره النادي الاهلي. Of course the head of the board. طبعا رئيس مجلس اداره رئيس النادي كابتن بيبو. For trusting me. الثقه اللي حطوها فيا ان العب ان ادي الدور الصعب ده وان اكون مدير فني النادي الاهلي. I also want to thank the supporters. انا برضو for welcoming me. انا سعيد جدا بترحابهم بيا ودعمهم ليا وبوعد ان ادي افضل ما عندي وافضل امكانياتي عشان احط الاهلي في اعلى مكان خاصه في افريقيا الصعيد الافريقي. اعتقد بقى لنا 7 سنين تقريبا في النادي الاهلي ما كسبناش القاب من كاس افريقيا وهبقى سعيد جدا ان شاء الله ان ارجع كاس افريقيا الغائب عن النادي الاهلي. شكرا جزيلا مره ثانيه على وجودك معانا وجود لك بيست اوف ترانس. الحمد لله. شكرا. دي كانت طبعا نهايه لقائنا مع المدير الفني الجديد للنادي الاهلي كوتش موسيماني. بنتمنى له التوفيق ونتمنى له ان شاء الله النجاح. وخلي بالكم في تقرير كمان قبل ما ننهي في تقرير عن مشوار موسيماني كلاعب محترف. نشوف التقرير وان شاء الله يكون لنا لقاءات كثيره مع موسيماني بالنجاح والتوفيق لجهازه الفني وللنادي الاهلي ان شاء الله. تصبحوا على خير.